مشاهدينا بدي احييكم دائما مع الحل عنا عبر الام تي في. ولليوم الثاني طبعا بعدنا بعيد الاضحى المبارك، برجع بجدد طبعا كل معايدتي للمسلمين عموما واللبنانيين خصوصا. ولكن اليوم خبر مؤسف، ولكن يمكن هي التضحية بحد ذاتها، لما إنسان بضحي مشان إنقاذ الآخر، فكيف إذا كانت زميلته فنجت زميلته ولكن هو قضى. طبعا عم بحكي عن الشاب حسين فشيخ من بلدة بطرماز الضنية، يلي الحقيقة تبلغت عائلته اليوم رسميا وفاة ابنها بعد التأكد من الجثة اللي عثر عليها اليوم في نهر كوناكري في غينيا، حيث غرق أول من أمس خلال إنقاذه شخصين. هن طبعا رجعت لهم الحياة، ولكن هو يمكن هيدا كان الأضحى، من ضحى من أجل الآخر، من هيك نحن اليوم بنعتبر شهيد، لأنه كل من يسقط في سبيل الآخر يعتبر شهيد. طبعا نحن بدنا نعزي عائلته اللي أصيبت أكيد بصدمة كبيرة، وهي يلي شافته بعيد الفطر لما إجا عقد خطبته، وبالتالي بيو بأستراليا. اليوم وصل صباحا إلى بيروت، البلدية والعائلة وطبعا بلدة بطرماز بالضنية عم يتقبلوا التعازي بوفاته، ونحن كمان منعزيهم، وإن شاء الله طبعا هذه التضحية لا متناهية إن شاء الله بيشوفها أجر بالسماء. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، ولحين ما يصير في عنا اتصالات بحب أقول أنه أعلنت وزارة الطاقة والمياه عن إطلاق مناقصتين عبر إدارة المناقصات لإجراء أو الأول لإنشاء محطة تحويل رئيسية بالمارينا دبي، وطبعا تنتهي 2/7/2019، والثانية إنشاء كاب الجوفي بين محطة طيب سليم والمارينا بتنتهي 2/30/2019. وفور الانتهاء من الأشغال رح بيساهم هالمحطة الجديدة بتلبي تزايد الطلب على الكهرباء خصوصا بمنطقة المتن. وهون بذكر أنه على المارينا في 1600 وحدة سكنية كانت إلى سنتين ناطرة حتى عم بدها تقدم طلبات لتشرع، يعني هيدي مباني جديدة طبعا حتى يكون عندها عداد شرعي. فاليوم مع إنشاء هالمحطة فينا نقول أنه بدأ الفرج، ولو تأخر قليلا، لأنه يحق لكل مواطن أنه يقدم طلب ويحصل على ساعة شرعية ويكون عنده كهرباء. وبعرف قدي كان نيلو الصعوبات، وأنا من الأشخاص اللي اتبعت الموضوع عبر برنامج الحل عنا وطرحناه على معالي الوزيرة ندى بستاني، يلي قالت إلنا سنتين عم نشتغل عليه، ولكن هلأ اليوم مع إطلاق هالمناقصتين يعني فينا نقول على طريق الحل. اتصال لليوم. ألو 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 ألو، أهلا، مرحبا مرحبا. بدي اسال عن هاللوحات تبع العمومي، مزبوط منزلين لوحات ولا لا؟ بلا، وزاره الداخليه اعلنت عن تنزيل لوحات. بلا، نزلت اللوحات مقسطه على 3 سنين، اول دفع 10 ملايين والبقيه مقسطين على 3 سنين. حاليا المرفأ واتحاد النقل تبع الدورة رافضين، رح يتوجهوا لشورى الدولة بهذا الموضوع، ولكن لحد هلا طبعا نزلت اللوحات، نزلت مبلا. تحب تعرف شيء بعد؟ مسيو بعدك معي؟ لأنه الليل بعد بده يروح على مشهور الدولة، لأنه بيعتبروا أنه صار عدد اللوحات كتير كتير بلبنان نسبة لعدد السكان ونسبة كمان للطلب، من هيك هن رفضوا هالشي. مع العلم أنه لما انطرحت لوحات العمومية كانت يمكن حل أصحاب الشاحنات النقل الخارجي يلي قدموا طلبات رخص للنقل الخارجي، ولكن ما قدروا يشتغلوا داخل على الداخل، فكان الحل بالنسبة لهم ليشتغلوا خارجي عندهم رخصة، للداخل بده يكون عندهم نمرة عمومية. بكمل باخذ اتصال آخر. ألو، كمان بدي أرجع أذكر أنه بالنسبة لجسر النقاش باتجاه جوني، في حدا سألنا أنه في خسفة على الجسر،
مثل ما وعد مدير عام الأشغال لما كان بالحل عنا الأسبوع الماضي، تلزمت كل الخصف على كل الجسور في لبنان، كلها تلزمت وكلها رح تنعمل تباعا، يعني التواصل وصلات إذا بدي سميها الوصلات على الجسورة أو الخصفات يلي موجودة على كل جسورة كلها رح تنعمل وكلها تلزمت دفعة واحدة. يعني مفروض هلأ نبلش نشوف بداية أشغال بعد عطلة الأضحى وعطلة عيد السيدة، بتصور الناس رح تشوف هالأعمال بدها تصير على الجسورة، مثل ما وعد كمان أنه في كتير من الطرقات هلأ كمان هي تلزمت وكمان بده يصير عليها تأهيل. وزفت كمان ذكر بموضوع التحضير لفصل الشتاء، دايما من هلا لايلول الاقنيه كله بده يتعزل، ما بنعرف اي متى بده يهمنا الشتاء حتى ما طبعا تكون مش معزله وتعيق السير. باخذ كمان اتصال. الو 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 بونجور بونجور تفضل. يعطيك العافيه مدام ربك، اهلا، شو عندك تفضل. كنت احكي لحضرتك من شي اسبوع نحن بحارة النعمة كرمال قصة الكهرباء، بعد ما عندي جواب، يعني ماني ناسي الموضوع بس ناطرة الفرصة هلا حتى نقدر نحكي مع حدا، عرفت؟ من يعني جواب ما عندي بعد لأعرف إذا أنتم مشمولين كنتوا باستفادة بالكهرباء تبع النعمة يعني المطمر أو لا، وإذا إيه ليش ما عطشوكم، وإذا لا بدنا نسأل يعني إنه ليش لا، ماني ناسي الموضوع إطلاقا. كمان اتصال. الو. طبعا مع الويك اند يعني السبت والاحد اجت وقفه العيد الاثنين والثلاثة اليوم، لبكره ترجع طبعا الادارات تفتح ونقدر نتابع اكيد الموبايل يعني متابعه الشكاوى ونعرف الاجوبه عليها من الادارات العامه، لانه الكل هلا نيه مفرس من هيك. انا بعتذر انه ما قدرنا نعطينا بسرعه الاجوبه لانه بانتظار اكيد ترجع تشتغل الادارات العامه وتخلص فرصه عيد الاضحى، يعني عندنا الاربعاء لانه الخميس عطله عيد السيده وبعدين عندنا جمعه سبت احد لنرجع للتنين، بس نحن رح نكون معكم يوميا اذا الله رد. كمان باخذ اتصال. الو 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 تفضل. انا بعدني ناطر، قلت لي بدك تحوليني. ايه حولتك تفضل. اوكي شو ألو. عندك شو عندك تفضل، عم بسمعك. بونجور بونجور بحياتك بدي اسال سؤال انا. نعم. كنت واقف مره على وين بس شو بعدك معي؟ ايه 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 كان سيارتي واقفة على الطريق بالجميزة. نعم. وقطعت شاحنة وفتح بابها وضرب لي الإزاز، كسر لي الإزاز من قدام وكسر لي المراية ودام مكمل. هلأ جبنا خبير، أنا لقطته للزلمة وجبنا خبير. نعم. وشركة الأسيرونس آخر شيء قالت لي معك حق بس نحن ما بندفع لأنه هيدي بيعتبروها غلط منه، هو مش حادث. يه هو مش عامل الشركة قال نعم. نحن ما بندفع. هو مش عامل توريسك؟ مش توريسك، هو عامل هي كاميون فان تابع لشركة. طيب بس انه انت موقف سيارتك وضرب لك، يعني مش عم بفهم ليش 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 شركة التأمين ما بدها تصلح له؟ ما هو اللي ضرب عن قصد او عن غير قصد، انت مش متفق. قال هن ما بيعتبروه هذا حادث. وهو منه مستعد يصلح لك؟ الشركة قال معك حق بس نحن ما بنعتبره هيدا حادث، هيدا غلط من الشوفير. حكيت الشركة، الشركة قال نحن ما بندفع. قلت له بدي اتشكى، قال روح اتشكى. هلا تروح اتشكى بدها تصير بدها نيابة وما بعرف شو. لا لا ما في ما فيك فيك تتشكى لوزارة الاقتصاد. في عنده مرة الماضي كمان كنت عم بحكي بالموضوع انه بحماية المستهلك ما بياخذوا، يعني في عندهم ديبارتمون كمان بيتعلق بالتأمين، بتقدروا تتواصلوا مع حماية المستهلك أو مع وزارة الاقتصاد بموضوع التأمين والشركات. بيقدروا كيف بتتصل فيهم؟ تتصل على الـ على الـ هلا اليوم فرصة بكرة إذا شيء على مصلحة حماية المستهلك هن بيحولوك. شو الرقم؟ 1739 39 الخط الرباعي 1739. أوكي هن بيحولوك، قول لهم موضوع تأمين مع التأمين. أوكي أوكي. أهلا وسهلا فيك. بس إنه شيء مؤسف إنه الواحد هيك ما بعرف شو بغطوا شو ما بغطوا، هيدا حادث صار عن غير قصد ولكن منك مضطر أنت أبدا تدفع على الأكيد. كمان اتصال. ألو
الو تفضلي. ناتر تحوليني لمدام حولتك رابيكا. حولتك تفضلي مدام انا رابيكا. معك. ايه معك انا. انا هيك بالنسبه لفاتوره كهرباء عمر 10 سنين. ايه اجتني سبت الماضي لما دفعت الفاتوره الجديده يعني اللي عم تجي لعنا بال 2017 بيجيني كتاب اشعار عن فاتوره من سنه 2010. مع العلم كان جوزي مطنهم ببنك بيبوس انا الفوتير. ما عندك فاتورة انك دفعتيها؟ نعم. ما عندك الفاتورة انها مدفوعة؟ لا مش أربع سنين كبينا اسم كبير من الفوتير القدامى. لا يعني هلا ما بعرف كيف بدك تثبتي اذا البنك بيعطيك انه دفع لك اياها، بس انا بنصح الكل ما يرموا ولا اي فاتورة. لا فاتورة مي ولا كهرباء ولا تليفون ولا سلولار ولا شيء ولا بلدية. هيدي مثل قنص علي، أنا مش هدفع، أنا على الهوا شيء. أنت على الهوا بس ما فيك ما تدفعيها إلا إذا ثبتتي إنه أنت دافعتيها، بدك البنك بده يعطيكي رولوفي بال 2010 إنك دافعة 12 شهر. إذا نعم. ما بيقدر يعطيكي هذا الشهر بالذات ولا ما بعرف بدك تشوفي البنك رح يقدر يشيل لي اياهم. انا من شركه الكهرباء ما بقدر احصل على هيك. شركه الكهرباء لو ما بعرف بلكي في خطا من شركه الكهرباء، بس البنك اذا سحبهم من يعني عامله توطين اذا دفع لك كل الاشهر 2010 بيقدر يعطيكي رولوفي. بتطلبي ما انت سحبت العلاقه، قلت له انا بدي 2010 اذا مدفوعه كل الفوتير ولا لا، لانه موطنه بيقدر يعطيك رولوفي. اطلبي هالشي وجربي، والا بدك تدفعيها اذا ما اثبتي انك دافعتيها بدك تدفعيها. ما بعرف الكهرباء لو واصله لعندها مدفوعه ما كنت بعتتها، ومريت عم بيصير في خطا بالفواتير، من هيك عم بقول لك ارجعي للبنك. وانا طبعا بنصح الكل يا ولا حدا يرمي اي فاتوره، لا مي ولا كهرباء ولا بلديه ولا تليفون ولا سلولار، لانه بيعوزها. كما عندنا فاصل ومنتبه. منتبه الحل عندنا وباخذ اتصال جديد. الو الو اهلا مدام، في عندي شكوى انا. ايه شو هي؟ لخبرك شيء. يلا. حولت مصاري نعم من دبي لهون نعم اخذوا 8 دولار اوكي. المبلغ هو ذاته حولناه من هون لدبي اخذوا 100 دولار، الفرق كبير كثير. اف ايه نفس المبلغ؟ نفس المبلغ. ما بعرف اخذوا 100 دولار ولا ما بقدر انا جاوبك. يعني اكثر من هيك حراميه ما بقى فيه. يعني من 8 دولار للمية في فرق كتير كبير، في فرق كتير كبير. ما بعرف مين بيعمل كنترول أو إذا بتعرفي بلبنان أغلى. هي أول مرة بيجيني هيك اتصال. بتحب أسألك أعطيني اسم الشركة لدوريس أعطيها إياه تنشوف أي شركة حولت من خلالها لنعرف مين بيحط التعرفة. أوكي بياخد اتصال آخر. يعني فرق من 8 إلى 100 دولار. الو 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 في حدا على الخط بس ملتهي مع يعني. الو ايه تفضلي. الو تفضلي. الو الو بونجور بونجور تفضلي مدام. الو مدام انا عم بسمعك تفضلي. بونجور بونجور مدام رابيكا. نعم. في هون بمسجد عنا على طول الكهرباء بتضل مقطوعة. كهربة الدولة. ايه مدام اسمعيني على التليفون مش على التلفزيون. اوكي بكسر وين عم تجي التقنين مظبوط مدام؟ تفرق من منطقة لمنطقة بس ما بعرف ليه زيد هالتقنين بهالفترة هيدي، يعني عم بيكون في تقنين وين ما كان، هلا بتفرق بين منطقة ومنطقة ما بعرف ليه صراحة. تقريبا قديش عم تنقطع بمستيتا؟
كيف عم تجي؟ بتنقطي حبيبتي مثلا الساعة 12 بالليل. اوكي بتجي 6؟ الساعة 12 بالليل بتجي 5 دقايق وبترجع بتنقطيع. بتنقطيع بلكي بلكي بده الكهرباء من بعد الظهر الساعة 6، عالم بدها تطلع تنزل على الدرج عندهم قلب. مدام بدي اقول لك شغله، لما بتنقطع هيك بعد 5 دقايق يا بيكون حدا عم بيعلق على الخط يا في بروبليم بالديجونتور. بلغتوا الشركة إنه عم بتروح وتجي الكهرباء؟ اشتكيتوا لحدا؟ رح أنا أرجع أشوف مع كهرباء لبنان بكرة. لما بتنقطع الكهرباء 5 دقايق وبترجع هيدا مش تقنين، هيدا بيكون في عطل، لأنه مش معقول تنقطع 5 دقايق وتروح وتجي. باخد اتصال آخر. ألو أنا ناطر بعدني. ايه تفضل. تفضل. حضرتك؟ نعم تفضل. ما عم بحضر تلفزيون مش هي اللي بلا عم بحكي مع حضرتك مسيو تفضل. عم بحكي مع حضرتك. ايه شو بتريدي؟ حضرتك شو بتريد؟ لا كانت عم تحكي هي على انه الدولة بلشت بيع نمر عمومي. مسيو انا حدا اتصل سألني سؤال وجاوبته، حضرتك عندك شيء تقوله؟ عم بسألك، بدي اسألك. انت سالتني اذا صار في نمر جديده عمومي. لا انا سالتك حكي انت غير حدا. اوكي حضرتك شو بدك تسالني؟ شو بدي اسالها انه لي بلشوا يبيعوا نمر بريفي الخاصه. انا بعرف انه صار في نمر وهودي النمر على 3 سنين مقسطين، اول دفعه 10 ملايين وبقيه على 3 سنين. هلا بلشوا، بعتقد بلشوا، بس انا حتى اعطيك جواب مزبوط اذا بلشوا ولا لا بدك تنطر لبكره تكون فتحوا، يعني تقدر اسال حدا. بس بعرف انه نزلت الارقام والدوله حددت اليه الدفع والحصول عليها. اوكي ب 40 مليون اول 10 ملايين بتندفع اول دفعه، و 30 مليون مقسطين على 3 سنين. باخذ اتصال اخر. الو الو, ألو. تفضل تفضل مسيو. الو مدام ريبيكا. اي نعم تفضل. بدنا نحكي شوي بالنسبه للفواتير السيلولر لو سمحتي. هاي دول كثير عم بنصبوا على العالم. ايه شو عم بيصير؟ يعني انا كنت مسافر اجيت لقيت الفاتوره 73 دولار. يعني انت كنت موقف خطك؟ مش موقفه تركه، بس انه 73 دولار ب 10 دولار ب 10 يورو بتاخذ الخط لشهر مع الرقم مع كل شيء برا. هلا سيستم لبنان غير سيستم برا، للاسف الشديد نحن يمكن من بين البلدان الاغلى. برا عندهم مثلا مثل ما تاخذ على 3 اشهر بتاخذ على سنه، ما في شيء اسمه شهر وشهرين وثلاث اشهر، في على سنه. ما بعرف عنا السيستم ليبقي هيك، ما انا مش انا اللي حطته يعني، بس انه في كثير من الناس عم خصوصا الاجانب او خصوصا المغتربين يلي بيجوا على البلد كمان، انه كلهم بيقولوا انه وين ما بنروح بالعالم على القليله على سنه، ليه كل ما كل شهر بدنا نجدد او كل ما خلصوا اليونيتي بدنا نجدد وغيره. هلا ما بعرف انت فيك تراجع الشركه ليش طالع عليك 78 دولار؟ بتقدر تراجع الشركه. صورة اليوم نشوفها سوا. هيدي هالصورة ببيروت مثل ما شايفين، يعني أقل شيء الواحد بينزل بيعمل مشكل على الطريق، ولكن 2 أمبولانس موقفين، وطبعا أكيد معرقلين هالأمبولانسات بعملهم الإنساني بس مشان يقطعوا المطويات، يعني لا اكثر ولا اقل. هيدا الشيء ما بيصير، ما بيجوز. بدنا نحترم اول شيء لما بتقطع امبولانس لازم يكون يفسح لها المجال دائما، ولكن في ناس بتصير تسابقها، فبتمنى على الموتو يعني ما عليه ياخذونا بحلمهم شوي، بدهم يحترموا الامبولانسات لانه عم تنقل مرضى او رايحه لتجيب مرضى، هيدي اولويه انسانيه. الموعد بيتجدد بكرة دايما مع الام تي في. الحل عنا، إلى اللقاء.